فإن رب العزة يقول وقوله الحق ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. والمعنى كل من سلمت فطرته وقرأ القرآن يعلم يقينا أن القرآن كلام الله منزل من عنده ولا يمكن أن يدخل قلبه من ذلك ريب ولا شك، إذ لا يتأتى لأحد لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما أن يأتي بمثل هذا القرآن. هذا القرآن كلام الله، قال الله ذلك الكتاب لا ريب، إن شئت وقفت عليها وقرأت فيه هدى للمتقين، وإن شئت قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والأولى أحب إليه. والمقصود أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، وبعض أهل العلم يقول إن هذا القول من رب العزة ذلك الكتاب لا ريب هو خبر يتضمن معنى الإنشاء. ومعنى خبر يتضمن معنى الإنشاء أن المعنى لا ترتاب فيه، ذلك الكتاب لا ترتاب فيه، والمقصود هذا الكتاب، لكن الله قال ذلك وأتى بلام البعد لا لبعده عن قلوبنا بل لعلو القرآن، بل لعلو القرآن. فالله عز وجل أنزله من علو، وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، فهو مكتوب في علو، ونزل به ملك عالي الهمة عالي الأمانة على قلب نبي عالي الهمة عالي الأمانة. فكل من دنا من القرآن واقترب يعلو عند الله، كل من دنا من القرآن واقترب يعلو عند الله. وقد قال الأخيار قبلنا إن الله جل وعلا تكفل لكل من قرأ الكتاب وآمن به وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أخذ العلماء هذا من قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. فالله عز وجل أنزله في خير ليلة على خير نبي بواسطة خير ملك.